مع التطور الذي طال كافة مناحي الحياة واختلاف العادات والتقاليد، تأثرت عادات وتقاليد الزواج في الأردن بالمدنية والحداثة، إلا أن بعض الأسر في المدن حافظت على عادات أبائها وأجدادها الخاصة بالزواج. سالم شاب أردني مغترب أصر على إحياء عادات الزواج الأردنية الأصيلة من خلال احتفالات استمرت 7 ليال في مسقط رأسه في مدينة السلط. أنا مقيم بأمريكا، يعني حتى أنا قمت بأمريكا بس ما بتغير عاداتنا وتقاليدنا، وإحنا يعني بالنسبة للعروس كمان يعني هي انبسطت أصلاً، هي يعني هي تربت على هاي العادات وأنا تربيت على هاي العادات. ما أتوقع واحد من شباب السلط أو من شباب الأردن ما بيتمنى إنه يكون عرسه يضل حافظ على نفس العادات ونفس التقاليد. كثير من الأشخاص بيعملوا بالفنادق وبالمطاعم، بس لا يمنع من يظل العادات الحميدة اللي هي بين الناس، اللي بين الشعب الأردني، بتكون متواصلة. ومن العادات المتوارثة إقامة حفلين منفصلين للرجال، سهرة كبيرة يحضرها جميع أبناء المدينة، وحفل خاص بالعروس وصديقاتها، حيث تقدم فيها الأغاني والأهازيج الخاصة بالأفراح، كما توزع فيها الحلوى بشكلها وتغليفها القديم. إحنا كنا حابين نجدد العادات القديمة ونرجعها، فأنا عملت لابني سالم كل إشي قديم رجعته، سوينا عروس على موديل قديم، كانوا زمان نجيب العروس قبل العرس، احنا عملنا زي ما ايام زمان، جبنا العروس قبل العرس وزفناهم، سوينا حفلة للعروس، واليوم عملنا سهرة لكل القرايب والحبايب والاصدقائنا. بصراحة كان هم بالاول احنا كانت فكرة بالنسبة لنا غريبة، بس لما شفتها كتير كتير حلوة انبسطت فيها، يعني تقاليد قديمة بس كتير حلوة وكتير رائعة، ما بدي لك قد ايه احنا مبسوطين اليوم لما شفنا سارة مبسوطة. اهلا وسهلا بكم، تفضلوا على غدا. وتمتد الافراح بدعوة الاهل والاصدقاء لتناول طعام الغداء على شرف العروسين، وتقديم الطبق الرئيسي والاكل الشعبي على مائدة الاردنيين، وهي المنسف الذي تتفاخر العشائر بتقديمه ويتنافسون في عدد المناسف التي تقدم في افراحهم. من مدينة السلط الأردنية، دام الكردي، قناة الغد.